قدامكم على كل ديسك ثلاث وشوش، وش مبتسم وش حزين وش بيفكر. عايزاكم تستخدموا الوشوش دي وانا بشرح لكم. اذا حاجه فهمتوها ترفعوا الوش المبتسم، اذا حاجه ما فهمتوهاش ترفعوا الوش الحزين، اذا حاجه عايزين تسالوا فيها ترفعوا الوش اللي بيفكر. اتفقنا؟ حاضر يا ميس. طيب شهد ومحمد رافعين الوش الحزين، ممكن تقعدوا مع مجموعة رافعين الوش المبتسم وتسألوهم على اللي انتوا مش عارفينه وانا همر عليكم. انا فهمت خلاص يا ميس، جانا قالت لي معنى الكلمة اللي انا ما كنتش عارفاها، فهو هرفع الوش المبتسم. تمام، وانت يا محمد؟ انا كنت مش عارف الفرق بين الجملة الاولى والتانية، بس عرفت منهم خلاص، انا كمان هرفع الوش المبتسم. انتم كده سمعتم من بعض، دلوقتي هقول لكم جمل هتردوا عليا باشارات الاصابع اذا كنتم موافقين او لا، علشان ناكد على مفاهيم الدرس الاساسيه سوا. يلا نبدا. التقويم من اجل التعلم هو استخدام مجموعه متنوعه من الاجراءات لجمع المعلومات عن التعليم والتعلم، وده بنقيس بيه ما وصل اليه المتعلمين، وبيحفزهم على اعطاء تغذيه راجعه واضحه لانفسهم ولزمايلهم، وده بيساعدهم على التقدم في تعلمهم.